ايه صلاح ابو سيف استاذنا كلنا وحبيبنا شاهين اشترى سقه مات من يوسف السباعي عشان خاطر يقدمها هديه لصلاح ابو سيف. حسين كمال كان احد مساعدين واللي هو يعتبر عبقري زمانه. شادي عبد السلام انا شخصيا رحت له وتحيلت عليه عشان خاطر نعمل له اخناتون. توفيق صالح بعد ما رجع من العراق قاعد ما بيعملش اي حاجه، شاهين كان مهتم جدا انه يعمل له فيلم وينتج له فيلم. هو ده شاهين. شفيقة متولي، شفيقة متولي هو صوره فعلا اسبوع، وبعدين لظروف ما علي بدرخان كان المخرج بتاع المساعد المخرج بتاعه قال له يا علي انت اللي هتعمل الفيلم. علي عمله زي ما شاهين كان عامله بالظبط بالديكوباج بتاعه كل حاجه، وشاهين كان بيشتغل لعلي بدرخان مساعد ويقول له اتفضل يا استاذ المشهد حاضر اتفضل. فهو ده شاهين.